مرة كان في واحد مسافر هو وصاحبه لبلدة تانية، وكانوا ماشيين في الصحراء وكان الجو بالليل ويدوب شايفين كشاف العربية. فطبعا كان الوقت ده ساعتها في منتصف الليل عند الساعة 12. فواحد منهم نام شوية في العربية ونام، والسواق قعد يكمل وقعدوا يكملوا. لبعد ساعة فجأة السواق لمح حاجة غريبة على الطريق وبعدين مشيت، وبعد 5 دقايق لمحها تاني وبرضه مشيت. كان مستغرب برضه السواق ايه اللي بيحصل، ولكن بعدها قام السواق صحى صاحبه عشان كان قلقان شوية. ولما قالوا عن اللي حصل لصاحبه قعد يقول له انت بتتخيل زي ما احنا عارفين كده يعني. وبعد مدة راحت العربية تعطلت لان الانوار اللي كانت في العربية من قدام اتعطلت. فالحمد لله كمان انوار زيادة وركبوها في العربية.